أهلا بكم مجددا مشاهدينا في ظلال الأصيل. كانت هذه مشاهد من مسرحية خطوبة سهير. إذن ضيفي لهذه اللحظة الأستاذ أحمد قسم السيد. وأستاذ أحمد هو مؤسس موقع الموجز السوداني للخدمات الإخبارية، عمل بعدد من الصحف السودانية، صحيفة الرأي العام وآخر لحظة والسياسي وحكايات جديدة والحراك السياسي. أهلا بك أستاذ أحمد ضيفا علينا اليوم. مرحبا بكم في غرفة الشروق، أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة. حياك. كيف تقيم يعني عدد من المحطات الصحفية التي عملت بها، يعني كيف تقيم تجربتك الصحفية؟ والله طبعا أنا تجربتي الصحفية بدأت وقتها كنت في الجامعة، يعني منذ العام 2016 ابتداء بصحيفة الرأي العام، يعني مكثت فيها أكثر من 6 شهور. بعدها انتقلت لصحيفة الوطن ثم صحيفة آخر لحظة اللي تم فيها تعييني قبل أن أتخرج من الجامعة تقريبا في يعني في العام 2000 بداية أو نهاية 2018. مكثت فيها عام ثم انتقلت إلى محطة أخرى هي صحيفة السياسي، كان رئيس تحريرها أستاذ عثمان فضل الله له التحية من هنا. بعدها انتقلت برضو لصحيفة الحكايات الجديدة، والآن يعني مثلا برضو يعني استقريت في صحيفة الموجز، في صحيفة الحراك السياسي قبل أن أسس قبل أن تؤسس الموقع الموجز السوداني. نعم. حياك أستاذ أحمد. يعني يقول المثل العربي آفة الأخبار رواتها، يعني هل برأيك لعبت المواقع الإلكترونية أثر سالب في مصداقية الأخبار التي تقدمها؟ والله طبعا يا أستاذ، المواقع الإلكترونية أصبحت يعني عامل مهم جدا وعنده تأثير أكيد يعني في الفضاء الرقمي. نعم. لكن ماذا، هناك بعض المواقع الإلكترونية يعني لا تلتزم بالمصداقية أو المهنية في نشر يعني في نشر الأخبار. نحن ما بنقدر نحكم على كل المواقع، يعني هي غير صادقة أو مثلا بتتطرق للشائعات. في مواقع محترمة، مواقع مؤسسة، يعني معظم الآن المواقع المؤسسة دي مواسينا صحفيين وناس مهنيين معروفين في الوسط الصحفي. نعم. لكن بعض يعني هنالك برضو يعني من خشوا مجال الإعلام يعني بدون دراية، أسسوا مواقع وبدوا يعني ينشروا بدون الواحد ذاته يشيل المصدر أو يشيل الجهة. يعني هم ديل ذاتهم أثروا على يعني حتى على سير الإعلام الرقمي. أصبحت الناس كلها يعني عندها مفهوم إنه يا أخي الإعلام الرقمي ذا يعني كله ما صادق أو يعني كل ما ينشر فوق يعني غير حقيقي، لكن الكلام ده ما صحيح. نعم. يعني أنا بعرف كل زملائي الآن مؤسسي مواقع إلكترونية، يعني مواقع ذات مصداقية يعني محترف بها، يعني ممكن الموقع الخبر في الموقع يشاهدوا 20,000. نعم. في اليوم. نعم. يعني دي كلها بأكد إنه هي عندها مصداقية وبدأت الآن تسيطر على الـ على الـ على الساحة الإخبارية الإعلامية مقارنة بالصحف الورقية. نعم. الذي بدأت تتلاشى في الفترة الأخيرة. نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني تجربة بالنسبة لك، أنت كشاب ولديك عدد من التجارب المختلفة في عدد من الصحف، تجربة تأسيس الموقع تحديداً موقع الموجز السوداني كيف هي، اشرحها لنا؟ والله طبعاً التجربة دي هي بدأت كفكرة، يعني كان أصلاً أنا كنت عندي فكرة أنه لازم يكون عندي موقع إلكتروني. نعم. يعني موقع يكون عنده تأثير، يكون عنده يعني أثر يعني في نقل الأخبار، يعني في التحليل، في التقارير، في الحوارات. لكن برضه أستاذ صدمني بعض التحديات، يعني حالة دوم ما أكون نصب إليه، لكن ما زلنا في يعني في السعي لتحقيق هذه الهدف إذا كان بكرة، أو يعني نأمل إنه يعني نحقق ما كنا نصب إليه من. طيب أستاذ أحمد، يعني من خلال تجربتك، ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك وأنت تؤسس هذا الموقع؟ والله طبعا أستاذ التحديات كثيرة. طبعا أي مشروع أنت دائما تبدأه لازم تكون يعني مثلا عامل المال عامل مهم جدا جدا. طيب. بعدين وتكون لكن لما تكون في إرادة وتكون في عزيمة بالتأكيد يعني تكسر كل الحواجز بتاعت التحديات وكذا. لكن بالتأكيد أي مشروع بتحاول تأسسه بيشك فيه تحديات. نعم. لكن الإرادة أستاذ والعزيمة والإصرار برضو كان عندها برضو أثر فاعل في أننا أقدر يعني أسس موقع الموجز السوداني. طيب أستاذ أحمد، يعني هنالك حديث عن أن المواقع الإلكترونية ساهمت أكثر في انتشار الشائعات، يمكن الأخبار الإلكترونية هي التي تنتشر أسرع، يعني كيف تقول في هذا الجانب تحديدا؟ والله أستاذ أنا كما ذكرت لك في بداية الحلقة أن الكلام ده ما صحيح طبعا. يعني الآن المواقع دي زي ما ذكرت لك يعني مؤسسينا يعني معظم الصحفيين والناقل ذاته أو بيجيب الخبر هو ذاته صحفي. نعم. يعني إذا نحن مثلا قلنا المواقع دي ما يعني ما تنشر هو ما صحيح، إذا الصحفي ذاته بيكون يعني ما ذات مصداقية. لكن معظم الآن 80% من المواقع دي كلها بتاع الزملاء وصحفيين معروفين في الوسط الصحفي،
لكن نعم. ما يشاع انه يا اخي ما ينقل عبر الاعلام الالكتروني ده كلام غير حقيقي، لانه نعم. هي الان اصبحت مسيطره يعني على الاعلام. طيب استاذ احمد، هنالك يعني مقوله بانكم تركزون على السبق الصحفي قبل التاكد من مصداقيه الخبر، يعني كيف ترد؟ والله طبعا استاذ برضه ده كلام ما صحيح. نحن يعني لسه لو لاحظت كل المواقع الخبر بيكون منقول من جهه اعتباريه، حتى اذا كان بمصادر بيكون يعني مستوصغ منه من عدد من الجهات نعم. حتى من بعد ذاك يتم نشره، لكن معظم الناس البرويج ده بيكون عنده صفحات في الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي بيحاولوا يشوشوا على المواقع الالكترونيه، بعدين في ناس ما فرقوا بين الموقع الالكتروني وبين الصفحه في الفيس او كذا يعني نعم. لكن معظم المواقع الالكترونيه متاكد يعني زي ما ذكرت لك مؤسسين انا زملاء الصحفيين الان هم على يعني على حتى يعني في مواقع في الصحافه الورقيه يعني نعم. طيب هنالك ايضا حديث عن سطوة الأخبار السياسية على أخبار المنوعات أو الأخبار الاجتماعية أو الثقافية في المواقع باختلافها. والله طبعا دي برضه بترتكز برضه على يعني نسبة المشاهدات، يعني معظم الآن نحن مثلا في الوضع السياسي ده يعني الناس دائما في لهفة عن الأخبار السياسية، ماذا حصل مثلا في الاتفاق بين مثلا الحرية والتغيير المكون العسكري. يعني نحن زمان لما كان في فترة حمدوك أكثر خبر كان يعمل مشاهدة، يعني لما مثلا تقول خبر عن حمدوك بتلقى الخبر سرعان ما تجاوز الآلاف نعم. يعني الآن برضو الحرية والتغيير برضو المجلس المركزي برضو هي برضو أخبارها برضو يعني مسيطرة أو ذات غراءة عالية في المواقع الإلكترونية. برضو الأخبار برضو بتاعت القوات المسلحة متعلقة بالجيش برضو هي في المواقع، يعني تصريحات دائما بتصدر رسميه بيانات بيكون مشاهدتها اعلى في المواقع الالكترونيه. طيب استاذ احمد، انت يعني بدات في عدد من الصحف والان اسست موقعك الخاص، ماذا تقدم او تنصح الشباب الاعلاميين او خريجي الاعلام في تجربتك تحديدا، يعني بماذا تقدم لهم؟ والله نحن طبعا يعني الان في الفتره الاخيره دي ذاته بيقول يعني حتى المدربين في الجرايد يعني بيقوا قليلين جدا او يكاد يكون مثلا يعني ما بيجوا او يعني ما انا ما شايف انه الفتره الاخيره دي يعني في عدم مدربين ما بيجوا جرايد، انا ما عارف المشكله دي شنو. لكن طبعا اصلا ما دام مثلا يعني مشيت في تخصص محدد في الجامعه ايا كان الاعلام اي مجال اي تخصص في يعني في الجامعات انت مشيت فيه وقطعا بتكون عندك الهدف او يعني انت قريت ذاتك يعني مجال ده مثلا لشنو. انا درست الاعلام لانه كان عندي يعني مثلا رغبه انه يا اخي انا مثلا أكون صحفي مثلا يعني كذا، طبعا أي زول درس أو درس مجال بالتأكيد بيكون عنده يعني هدف يعني حابب يوصل له، ولكن بالعزيمة وأنا زي ما ذكرت لك والإصرار الزول بيصل لمبتغاه. أكيد أمنياتنا لك بالتوفيق أستاذ أحمد قسم السيد، مؤسس موقع الموجز السوداني للخدمات الإخبارية.